بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش كبرات رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اف انا هي خدي ام جهشتن ايج بو بشكش كرنا خلاك كاديش برنامج ما تفسير سورة الحجرات. ادفي خلاكش دامي هر سرفي اياتي مثالا جلك السرفي اياتي جديينين كو كابسرمانا شوى تطبيق كرنا وش نتطبق كرنا وي چند خرابي تيدا هيا ونقهداري منهج رب العالمين چه خرابيا جواكي تيدا هيا چه خرابيا نفسي تيدا هيا چه خرابيا مروفاتي تيدا هيا يا هفاليني تيدا هيا رب العالمين من في آيات ذات بيشتن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قال لي خدان إيمانا أجر مروفاكي خرابي فاسق هات آخفتنا يبوا قد وآخفتنا باور نكن حتى تتحقيق كيف آخفتنا الراستة أن أجر هن فينكن أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين دوما هيك باش هند تشكن هند وكت بيجن أزيتك ونخشيك دي جهين ملتك أن مروفك أن قومك أن عشيرتك أن هوالتا تدي هند باش ما بنسر بيشندي او بی اف آیات پیغمبری صلوات خود سر بن ایک نارت گوتی هر از صداقت ما بینه یعنی زکات بینه او مروف چو ترسا و زفری و درابا کرو گوتی دام کجن و زکات جنه دا پیغمبری ویا صلوات خود سر بن پیغمبر یعنی وان عقوبه بده گلا پی عاجز بی اینا دماهی که دست هاویتی او اخفتن درکت درو و اف آیات تیساد وی در حقی دهات خاره الویری آيات القرآن بشتي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قراءتك يا هيد بشتن فتثبتوا فتبينوا يعني دياركن أشكراكن وأخفتن الراستة أن فتثبتوا يعني بلا يا مزبيط بالتعر الراستة فأخفتن أن تحقيق بكبي تشنكي قال جارا أخفتنك دي كاتشاوى مالك الدمرينة كاتشاوى روحك تكوجتن كاتشوا ملتك خرابت كت كاتشوا شريكك إفلاس دتن كاتشوا هندك مروف جيتشن وصى عمل مروف جي جلك مظن هم يبيشت كتن في غمر حديث بس صلاة خود السربن أجر جنكك شريف تهمن باقش يا بصرمان اتهامه بهات كرني بفعل فاحشة أبي اتهامت كتن وأب جنك يا بريئة أجر أبي مروفي صد صال عمر هبن نفيج الروجي وعبادة رب العالمين همي بيشت كتن قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة اتهام جنككي يا باقج وبجين يا بريء بيتكرني بفعلك خرابية عمل ست صالة يمروي دي كتن اوي فيب كتن زانك ها قلنا هاوي چن مازنة اذا الفيري لازم امروف اخفتني تحقيق كتن حديثة كي بيغمبر بي صلاة خود السربن كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع تيرا مروفي هيا مروف چو آخفتنا نبجد هما او آخفتنا تخلقه قوتين مروفي مروفون آخفتنا بلا وقتن هند ببختي تيداهين مروف دي بتنج دراو كرا كفى بالمرء كذبا تيرا مروفي هيا ببتن دراو كر أن يحدث بكل ما سمع هر تشتاكي قولي بي بيجتن معناه بيغمبر بيشتا هر تشتاكي تقولي بي نبجه معناوی پیغمبر رب العالمین زانت اوه اوه درویت فیردا هوان تشتا گلکا وقتی تو تحقیق کد برا خطیه اف اخفتنا راسته راست نینا کاشکی و هاتا اوه اف مروفی و اخفتنا بو مروفی بیت نیه باوریه و اف مروفی عادتی وی یعنی مادم مروفی که خرابه عادتی وی اوه دی دروی کتن عادتی اوه یعنی دی ببختیه کتن دی نمامیه کتن کاچاو هنده جارا وکی گلی شکتیت آوکا شیلیتیت لازم مروف مصفا هکی دینت بر و حتی او گلیش بچتن دا آوه صافی بچت دا هکه او مصفیه نبت او گلیش بهمی دید گلوی آوه چود چیو خود جیتی پی نساخ بتو دی پی مرتن لازم عینن ما مصفا ها بتن بو آخفتنی یا آخفت رقابه ما هز سر آخفتنا خلق بو ما بیجد آخفتنا ما اف مروفی وی آخفتنیت بیجد کای شوانه او مروفی درواب کتن عراقي باخد مروفاكي يعني جريمة خراب بكتن اف مروفا يعني افا علامة هندية اف مروفا يبي بختية دراوية افا دي دراوية كتن جبر هندي آيات القرآن
إن جاءكم فاسق بنبأ أجر مروفكي باش بتن تقريبا رتشتي بجت بار ناكت أف مروفك أخفتنا كخلط بجتن أو خو مروفت باش هند حشن دي ناكن أخفتنا نقل كنجي هند حش أخفتنا ناكن يدخل كي بجن چونکی مروفكي جامره برای خودت خواه و چکر نخواه باشیت خواه بشت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قالك مروفا أفيت عالم يعني تشنداف فكي مثلا إمام مزجتك يا عالمك يا عالم مشكلة خط بوجتن بصداها أفتشتا يدبوهات نقوتني أفيتت أخفتني بود بوجتن رأسا دي تري شوابتن هكرت الديف أخفتنا وشي يدي مجرمة يدي مجرمة وشينا بتنتو وكيد بيجن جو خب دي فير رخي وتو جو خنا دي رخي دي تري اگر مروفي انا افكر دي كفتن جلك خلاتي هذا ولازم مروف زانتن فطبعا هكا دي تري يلدي بو مروفي جوت ومروفي جوت افا مجرمه وما افا يكشتني و بيشتن جدر كدرا او اخفتن هميجي مروفي نقل كرين دي تشري مروفي هابت الجلوي مروفي باخفتن دي تشواش الجلوي مروفي اخفي شو من أف هزرا خراب جيكر وأف مروفي بريء شو مقو خدا في دراو كريها معركة بدري شر بدري وقت تشيبي أول شر نابينا بصرمانا ونابينا كافر دا سبيكا شري پیغمبري آخفتنا يقول صلاة خد السربن قال لي بصرمانا طبعا مامي پیغمبري جي المكة هي الجال كافرة ومامي پیغمبري جي هاتي شري قلت قال لي بصرمانا مامي من عباسي ناكوجن اگر کد دستی و عباسی نکوش با عالم این همیه گوتی باشه با ام برایت خواه و بابت خواه و خالت خواه ام بکوشین و ام مام پیغمبری نکوشین با چی ام دید ام بکوشین یت پیغمبری نکوشین یعنی اف هزرا خراب اوان مروفا اش آخفتنا پیغمبری کر صلافت خود سر بن ای باشه او پیغمبری خودیه تو چه وا به هزری جد که که پیغمبر دیتشتا کی بیجدن باب مامه من نکوجن بس مامه تخاب کوجن خاله من نکوجن یه تخاب کوجن دی چه وا پیغمبر ویتشتی بیجدن ما تو پیغمبری ناسنا که دا صح که این تحقیق آوی آخفتنه اینا اف مرواد بیجدن اوی من اف هزرش پیغمبری کریم اف آخفتنه گوتی گوت پشت هنگی با مدیار بی که پیغمبریش بر چی گوتا گوتی 10 سالا من خیر و صدقه کرن یا ربی تو المبوری أفهزرا خراب مش پیغمبری کری صحبت چه بی؟ عباس مامه پیغمبری صلاوت خود سر بن بسرمان بی المکه بی کسی نزانی یه بسرمانه طبعا تو عباسی بکجه یه بسرمانه بوچی عباس هات جل مشرکا به شر پیغمبری نشیا نئت اگر نهات با دا بشتی توی بسرمان بی دا کشف بتن و اخبار بو پیغمبری فرد کرن دزیوه و تشت یعنی هر وکی یا مروه که باوریه بی یا پیغمبری بو اخبار درست نقلت کرن بو پیغمبری اگر پنهات با مشروع دابین تو حواله بیه و هکر ها جی بسرمان بکشن افا بسرمان اک کشت و پیغمبری نفس صحابی اش گود بگلی عالم امام امنه بسرمان بی هر دی ساده کشه بت اف اخفتنه داشتن اذن چه فایده تیدا نبی پیغمبری بس چی اوه اخفتنه بیجتن اگر و امام امن عباس دید نکشن او برای خب ده آخفتن آمانا چلی هاد دمایی که پا دیار بی عباسی بسرمان بی عباسی شولا با بسرمانات که تیهاری کاری بسرمانات که المکه او کافر نزانه اینا وی اوی مرو ویشنی کاد گوتی واللهی پشتی هنگی گوتی من 10 سالا جی خیر و صدقه و زکات و روژی متگیرتن یا ربید بس تلم بوری چا من افز را حساش پیغمبری کر او همیشنی درکت دیوی آیاتی این جا اکم فاسقون بنبأ فتبینو وکی اخباری بوتهات با اخباری بو تهاد و توی آخفتنه تحقیق که هکر آخفتنه که شمروه که جامیر هات یه باش اوی آخفتنه باور بکه هزرا خراب جینه که شقستان ها بیجتن اذن گله که یعنی هزارات مالیت خراب بین و شریکات افلاس بین و سببی چه تشتی هزرا خراب مروفش ایکودو بکتن گله که مهمه مروف سروان آیات راوستتن و هزرت خطه داب کتن و فان آیات تطبیق بکتن چونکی حکم شرعی رزک ابو مدینا یا ایوها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا بس وی رزی تو تطبیق کت جیان خدا دی برا خدا به هزارات تش مشکلا خلاص بیه و تخلجی خلاص کر و تو مرتاح بیه و تخلجی مرتاح کر
غازيك خاص رب العالمين. رب العالمين شا غازيك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق يعني همي دوان قالك بس خاص رب العالمين أفا خصوصيتك داي كدا أمزان كنت موضعك مهمة أم هشياري دافي خابين هشياري هزرو بيرت خابين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دام سحكين قصتك حادثة إفك أو بديف ديكاما بسرمانا فينا عائشة ديكاما بسرمانا كش أبو بكر حريمة بيغمبر خدي الصلاة خدي السربن بش حفت أسمانا رب العالمين براءة طوي هنارت ومروفة منافق قلت أفا دالي فكا يلي باشا دا ببختيك بكين زوني ببختي جي تشتش نديد ببختي بي رب العالمين براءة طوي هنارت سحكي حادثة وي حادثة شنوارت حتى في قاوي جي هندك بسرمانا بجي الراسته وبزانا اوي خدي قوتي دراوة وتو بجي الراسته معنويتو حاشا رب العالمين درتي خدراوين قرآن إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم قرآن هات خاري براءة عائشة وهيج في قاوي هندا مروفت هين هندا جماعتت هين وخدين بسرمان وتبجي نفتش الراسته ببختي كان حكمي وشنتي مظنة وقت قرآن بحسي قوتي فاسق فاسق احتمال يعني دراوي بو في جلكة ما دام أفا يعني ناي مزبيتا وآخفتني توي نت مزبيتن أو تشتي بيجد جي لازم توي هزر جيبكي تو تحقيق بكي دا تو شمال خرابنكي تو شو هزرت خراب شو هوالد خانكي شو علاقات خراب نبن چنكي إسلامتي همي تشتابو مسار چد دينتن سر يعني تشتكي فعلا يتشيبي بلي أفا اعتراف بيتذكرني تشتكي دي بيجتن يقينا افتشت درست دي اعتراف بيت كرني جفي در كافتن ش حقائق وتشتي قومتي در كافت اسلامتي اعتراف بش تشتي دي ناكتن بر خبد تاريخ اسلامتي چند تشتي يلكي مظن يتدا وكي اكتد بر خبد اسلام تخينتن اسلامتي منهجي وي اويا اخفتنا در وقبل ناكتن تحقيق كتو يعني عالم مين تعجب جرتي سبحان الله أفا أفا تشمروفن أفا تشدينا أفا تشي يعني منهجة أفا تشريكة عالم من تعجب جرتي دليل السر تشي كو أف مروفت ها مروفت مروفت يعني يو أكيد بجن يتجهشتينا مروفت يتناضجا مروفت يعني نفسيا مروفت عاقلا مروفت زانانا مروفت يعني نيد بسيط انت بشي يا حل أو ديك اللي بكي وكي إمام عمر بيشتن لست بالخب ولا الخب يخدعوني أس حلال خلقي ناكم وأس نشوانا نمعالم حلي جل مبكتن نمروف بكتن نخل كيد تري أما مروف بيجتن والله هم أزل جل خلك خلك شو بيجتن خلك شو آخفتن بيجتن أجل جل خلك وكي شاعرك شعرك تقول قلت ما أنا إلا من غزية إن غوت غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية ترش أرشد قلت أما أجل جل وانا والله باشي بيجن أجل جل وانا خرابيش بيجن أجل جل وانا شينا بتن إنسان يعني ديف ديف بتن عالم شو بيجت أجل ويك لازم أمروف شو بيجت مروبشتي أو خدي قوتي طبعا أف آيات تطبيقة في آيات بما هي ترى ما ديكتن جيانا ما جلك خشيبين وجيانا ما باب يا باراستي بتن جارك عالم أي بحث خطيت بش جارك قوم قد خلكي بابو تو هر شاش رخيت قرآني راس تو چپا تو ماشي كي اگر تو تطبيقة حكمة قرآني نكي يعني قوتي أفا هميش خيا قوتي أو شو هندك شون أفا نقل كير قوتي تبيجتن فلان عالم تبيجتن قرآن ما شيء نكين أو جت محاضرة كأخذها دستها في نعبة شينا بتو قرآن شامر في ما شيء نكتو قلت إيه كل وري بيقول السيدة بشتين يقول السيدة أبي وأنا قلت يتبيجتن تو قرآن هر كان رخيتو ما شيء بكي وتو دين سر سر يا أخوة وتو بخينة وتو ملازمة أحكام توي تطبيق بكي فايدتها ناكي قلت يا هو قلتي قلت بشتين قلت والله باقو سيريا من عفيكا ومن أفتشتا مش شرم من زاني متأفش سام قوتي إذن أول فيري بيغمبر صلى الله عليه وسلم بما كان تأكيد لك كتن كان حديث السر في آيات هات خاري بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيشتن ما دم تو أخفتن التحقيق بكيف تجي نشد جهد تهميدا شو اللي توصانك تو متهم ببي وكيتا تشت يعني تدي زاني دي عالم شتا أخفتن وان شو لانك أنجي وان شو ديار بك پیغمبر جارك صلوات خود سربن گل دیکا ما صفیه بی مغربی بشتی عیشانه پی الجل جهکر نشتی بین خوارل هیویا تشتکی بین یعنی کدا چد جهکر آن هیویا ایکیه ابو بکر و عمر هر دو دبر رابورین
پیغمبر شد اف ابو بکر و عمری گوتی اف جنکال گلمن اف صفیه یه جنکا منه یعنی چه هزرا نکن این هر دوکا گوتی یا رسول الله مادی چه امرو فزره که اشتاکت پیغمبری گوتی نه شیطان این الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم شیطان نفره تخینه را تیتو چد اینی خفتو ان یقذف فی قلبیکما شیء العفو بشت استرسام شیطان تشتکی بیخد دلی و بش برهندی از حاطم گوتی بدا بزان افا نجن که کابیانی از الگل اذن ویلی وکی ایکی شولک دا تذاکرنی و خلک کتاب بینه تتوی شولی دا لازمه تو دیار بکی جیران تیکن برای خودی گوتی مروفه که گوت ایکی عامل خواره فلان وقتی و فلان وقت شوی بو من دک پارا بینه بو من هرش قاسی در بخم شوله پی های این اف عامل هاد گوت حرسی فلان کسی از یه نارتیم از هنده پارا بو ببم داو حرس نبجد اللهی مدیت نیوا شوی اف مروفه هات و چو و درگه وکر و قاس وکر و هنده پارا اینان داری و بخابرن یعنی چو گوتی گوتی افا خوصانه بجد ویت مروف یعنی نه جهت تهمیجی مروف دفخ راکتن و کی انسان دچت سفره کی مولایی دیمین به خودان احتمال دی بیشتن برای جنگ آخه خاله بچی کت خواه دی بیشتی ورا و حتی اص حاضر بم ورا مال ترتیب مال ورا و هر شور تو آن بکه به ظلم چه نابتن لازم اف مروه به جیران خواه گلی جیرانا از چم سفره ولا بس برای بچی کت من جنگ آمن آودی اتب شولت من رابطن دا اف جیران نه هزر بکن پا ولا اوه چوی و بس جنکل مالو اف ظلامه پا طبعا ناس ناکن اف ظلامه تیتو تشتو نه اوه یعنی لازم افان تشتا تحقیق بکتن بشت البیان تطرد الشیطان وقتی مروی تشتا دیار کر و اشکرا کر شیطانی مروف ناش ناف صحبت درت اختن ایدی نشت چو یعنی تشتا اپ مروی بدت کرنی ایدن ویری تو تشتا کی بدی ایکی مادام جهه تهمه یا ایک بیشت اوه رشوت اوه ویدیه بیشه خلکی اوه حقی فلان تشتیه دا عالم هزره که دیترش مروی نکد ایدن چوا رب العالمینی امر مکره که ام آخفتنه تحقیق بکین وش نیکا بیجین وسا رب العالمینی امر مدکتن ام چوا بین ام خوش جهه شبه و جهه تهمه جی ام خواب پارزی بفتشن دام هاتين دماغي كافي خلاكي وحتى إيكادي رب العالمين قال مهمية وبتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.